من الـ LBTI مساء الخير إليكم أبرز العناوين. سباق بين السلسلة والإضرابات، الأمم المتحدة قلقة من نشاط حزب الله في سوريا، وكارين أبو زيد للـ LBTI مقاتلون من 11 بلداً دخلوا الأراضي السورية. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBC مع بسام أبو زيد وجوزيان رحمي. مساء الخير. إضراب اليوم لن يكون الأخير، فقد ضربت هيئة التنسيق النقابية موعدا جديدا للإضراب آخر هذا الشهر إن لم ترسل الحكومة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ينفي المماطلة فيما يتهم النقابيون الحكومة بالتلكؤ وبالبحث عن مصادر تمويل تفرغ السلسلة من مضمونها، لكن الأساتذة وموظفي القطاع العام لم يكونوا وحدهم من تحرك للدفاع عن حقهم اليوم. فالصحفيون الممنوعون من الانتساب إلى نقابتهم رفعوا صوتهم فوجهوا بقرار من وزارة الثقافة يمنعهم من دخول مبنى اليونسكو لعقد مؤتمرهم الصحفي. وفي غضون ذلك تتصاعد الاعتداءات العنصرية على العمال السوريين في لبنان، وقد استفاقت منطقة الرمل البيضاء على مأساة كادت تتحول إلى مجزرة بعدما اعتدى قرابة 20 شابا بالسكاكين والصواطير والعصي على مجموعة من عمال البناء السوريين. كأن مآسي السوريين داخل سوريا لا تكفي، وهي مآس تحدثت عنها للـ LBCI عضو لجنة التحقيق الدولية حول سوريا كارين كونينغ أبو زيد، فحملت الحكومة السورية المسؤولية الكبرى عنها. أما الأمين العام للأمم المتحدة وفي تقريره عن القرار 1559 الذي حصلت الـ LBCI على نسخة منه، فأبدى قلقه من مضمون التقارير التي تتحدث عن نشاط حزب الله في سوريا وانعكاس ذلك سلبا على سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة اللبنانية.